أنا أب الطفل المفقود توما رابح اللي اختفى منذ يوم أو مساء يوم السبت 21 أكتوبر 2017. نوجه هذا النداء عبر قناة الشروق إلى كل مواطن، كل المواطنين عبر كافة ولايات الوطن وبالخصوص سكان ولاية برج بعيريج لمساعدتنا على البحث على هذا على ابني. أنا أب الطفل المفقود قباش إسلام مولود ب 5/2 سنة 2000 والذي اختفى عن أنظار منذ يوم مساء السبت إلى حد اليوم لم يظهر لي أي خبر. أرجو من كل سكان ولاية برج بعيريج إذا كان واحد عنده خبر عليه أو شافه أو عنده أي معلومات اتصال بالرقم الهاتفي أو بمركز الشرطة. نطلب من السلطات الأمنية باش تركز البحث تاعها على المناطق الساحلية لأن الشك تاعنا الكبير كامل الحركة خارج الوطن، هذا هو وراهم في ثلاثة ولا في أربعة ولا يعلم ربي. إحنا المعلومات اللي عندنا في ثلاثة، كاين أكثر كاين أقل يعلم ربي.